التحديات كبيرة، ولكن بما هناك تحديات هناك فرص، وهذه الفرص متمثلة بأن هناك قطاعات مؤهلة لأن تقفز قفزات نوعية في الاقتصاد المعرفي أو القائم على المعرفة، مثل القطاع النفطي وخاصة فيما يتعلق بالصناعات اللاحقة الداونستريم اندستريز التي تعتمد على عمالة ماهرة وعلى مهندسين وتقنيين عاليين، وكذلك القطاع المصرفي الذي هو قطاع خدمي ومفتوح على الدول العالم، وعندنا نظام مصرفي جيد وبنك مركزي وقوانين واضحة لهذا الأمر. والمطلوب أيضا هو تكثيف العمل على القطاع الحكومي وخاصة على الإدارات الحكومية والإجراءات الحكومية، وإدخال التكنولوجيا وتسهيل المعاملات لها، وإعادة التعريف بكثير من المفاهيم الاقتصادية والتجارية التي كانت تعتمد على الاقتصاد التقليدي وليس على الاقتصاد القائم على المعرفة. والأمر الأخير هو يتعلق بالتشريعات، وهنا يأتي دور مجلس الأمة في طرح مع الحكومة طبعا مجموعة من التشريعات التي تصب في توفير البيئة الملائمة للاقتصاد القائم على المعرفة.